وين فرسك؟ أنا اسمي فارس وهذه مزرعتي. أنا اسمي فهد، هذه مزرعة أخوي ماجد. أنا أخوه فهد وهو أخوه ماجد. أي تهو أنت مو نفس النكلي على مكياج ضارب فكرة مو متبهت. وأنا بعرف ديك الرومي ايش يخص ماجد الرومي؟ أكيد شي حصل يا ها وصلتي هاي 12 قيراط. لا لا أنا أريد 50 قيراط. آه يا ربا يا رباب يا أختي بس إيش بتعبي هلكتي عمرش هبري الذهب خلص خلص هدوء أبا ركز لو سمحت وأبا ركز 50 قيراط. أقول أستاذ فارس أنت ما بترجع هنا بدقي؟ إيه حسب بتشوف مساكينة رباب هي مسكينة تنعان تعبانة عاد ها؟ إنزين عقم ترجعك عنت أخ أستاذ فارس رباب الله علينا جنت يا جماعة أول مرة أشوف رباب تسوي فيها عمرها كذاك رباب سمعيني الله يهديك خلاص سير البيت يا رباب سامحيني يا رباب يا أختي أنا كذبت عليك تدورين على الذهب والذهب قدامك يا رباب مسكينة جنت ما هو أخوها جن أوين الذهب يزرعوه ذهب يصيدوه في البحر صح ايش هو